هوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم. يقول البعض أن منتجات الألبان ضارة جدا بالصحة، بينما ينفي البعض الآخر ذلك جملة وتفصيلا، وأصبح المشاهد العربي في حيرة من أمره. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين سوف نعرف الحقيقة مع ضيفينا الخادمين، فنلتقي بعد الفاصل. أهلا بك دكتور، شو رأيك؟ منتجات الحليب ضارة بالصحة أم هي آمنة؟ قل لنا إيه رأيك؟ أهلا بسيادتك. الألبان دي من أهم المكونات الغذائية اللي لازم يتناولها الإنسان، فيها فيتامينات ومعادن وبروتينات، وعندي مصادر لأبحاث كتيرة بتأكد فوائدها وبتنفي أي ضرر لها على الصحة، إلا حاجات في حالات معينة وحالات خاصة جدا، وهم دول اللي ننصحهم إن هم ما ياخدوش الألبان دي. الحليب سم قاتل، سم قاتل، وأنا منعته يدخل بيتي ولا أديه لأولادي. بتقول إيه يا راجل؟ هو في حد عمره ما شرب لبن أو أي منتجات ألبان وما شفناش حد جراله حاجة ولا أي حاجة؟ الكلام ده أنت جبته منين؟ يا باشا في أبحاث كتير بتحذر منه. أبحاث إيه؟ تلاقيك شفت شوية فيديوهات من بتوعك وجاي تقول إن عندي معلومات وعندي مصادر وعندي أبحاث. يعني اتقي الله يا أخي. بقول لك إيه؟ احترم نفسك. أنت مش عارف أي حاجة في أي حاجة. يا جماعة وأنت إنسان مغرور وحسابك عندي بعد الحلقة دي بس اطلع لي بره. يا أخي هو بيتحداك تظهر الأدلة، وما يصير تقول حكي فاضي مثل هذا وتهديدات. مو هيك ما يكون، عندك أدلة قولها يا فندم. أنا شفت فيديوهات كتير بتقول إن الحليب بيجيب سرطان وأورام وهشاشة عظام ونقص فيتامينات وبلاوي كتير. فيديوهات كالعادة زي الجماعة إياهم دول. الجماعة إياهم دول. ولكن دعني أسأل الضيف الآخر. إلزم حدودك لو سمحت. بقولها لك أنت مرة اللي تلزم حدودك يا بتاع فيديوهات ماما نوسة. يا جماعة يا جماعة ما وصلناش لأي حل، ما وصلناش لأي نتيجة. أعزائي المشاهدين نلتقي بعد الفاصل مع الدكتور سامي محمدي ليحدثنا عن بحث كبير من جامعة ستانفورد ويقول لنا الحقيقة ويحسم هذا الجدال الدائم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وتهم كل الناس وتهمني جدا. بالراحة على الراجل شوية، بالراحة عليه، الراجل كبير لا يروح في إيديكم. نازلين ضرب في فيصل ولا حد في الاستوديو بيحوش عنه، ويعني هيموتوه. المهم خلينا في حلقتنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وعاملة لغط وعاملة دوشة كبيرة جدا، ويمكن انتوا شفتوا من المقدمة اللي احنا عملناها ان الموضوع فيه جدل كبير جدا. منتجات الألبان والألبان والحليب يعني عاملة مشاكل. ناس تقول لك وناس طلع على اليوتيوب وناس مشهورة وناس يعني كويسة طلع تقول لك ان الحليب يعني مادة سامة وانه مضر وانه يسبب سرطان ويسبب امراض، وابتعد عن الحليب لانه ضار بالصحة، ومنتجات الألبان كلها يعني ابعد عنها وفر منها يعني بشكل كبير جدا. لكن احنا يعني المعروف كان عندنا من قديم الازل وما زالت ناس كتيرة جدا وابحاث كتيرة جدا عليه بتقول ان الحليب ومنتجاته من اكثر الاشياء المفيدة، وهي نعمة من نعم الله التي ارسلها علينا. بغض النظر عن كلام الدين احنا نتكلم بالعلم، والعلم لن يختلف عن الدين ابدا طالما انه علم صحيح وموثق. تعالوا بقى بينا نشوف كلام مين الصح. هنروح اكبر جامعة في امريكا، جامعة ستانفورد، وهنروح كلية الطب اللي هي يعني متخصصة بقى شغلها الموضوع ده. هنروح عند تلات علماء كبار جدا، يعني أساتذة كبار، أكبرهم واحد اسمه كريستوفر دي جاردنر. جاردنر ده أو كريستوفر دي جاردنر ده بروفيسور كبير جدا في المناعة وفي التغذية في اللي هي بتاعة البشر في كلية الطب. وكمان في اتنين شغالين معاه في البحث ده إلى جانب مجموعة كبيرة بقى من الطلبة اللي بيدرسوا معاهم ماجستير ودكتوراه. واحدة اسمها إريكا دي سوننبرج، وزوجها كمان اسمه جاستن إل سوننبرج. الاثنين دول يعني زوج وزوجته شغالين اشتغلوا على هذا البحث، وهم برضو أساتذة في هذه المؤسسة الكبيرة جدا، جامعة يعني كلية طب جامعة ستانفورد. اسأل أي حد أنت خريج طب ستانفورد ده يعني مش حاجة وهمية، فبالك ده أستاذ هناك وأساتذة هناك في الجامعة. طيب ونشرين البحث اللي أنا هقول لكم ده فين؟ مش نشره بقى في جورنالات تحت بير السلم ولا جورنال هندي ولا جورنال معرفش فين، ده نشرينه في جورنال اسمه سيل.
المعامل التأثير بتاعته 41.5، والدكاترة دلوقتي فاهمين يعني ايه معامل 41.5، يعني اعلى من مجلة نيتشر وقريب من مجلة ساينس اللي نشر فيها زويل لما خد البحث بتاعه، خد جائزة نوبل. فيعني بحث لا يمكن ان يكون خاطئا في اي شيء. الجماعة دول بقى باختصار عملوا ايه عشان ما اطولش عليكم، والمفاجأة الرهيبة جدا النهاردة اللي هتصعب كل واحد، مفاجأة لا تتخيل. الجماعة دول عندهم معلومات من الابحاث اللي موجودة اوريدي ان في حاجتين او يعني مجموعتين من الاشياء مفيدين للبشر، الفواكه والخضروات والحاجات اللي فيها الياف زي البقوليات والحاجات النباتية، والنباتات دي فيها مواد ليفية ودي حاجة مفيدة جدا للصحة محدش بيختلف عليها. وقلنا الهول جرين كمان اللي هو الحبة الكاملة، لسه كنت عامل عليها حلقة يعني قريب قوي، كلها مفيدة جدا للصحة. تاني حاجة هم عارفين انها فيها فايدة برضو منتجات الالبان، شوف عارفين انها مفيدة جدا، ولكن حبوا يعملوا بقى دراسة ايه، يشوفوا مين فيهم افيد من الاخر. احلى الحلوين، احسن الحلوين مش احسن الوحشين، التوب مين؟ منتجات الالبان، بالذات منتجات الالبان المتخمرة زي الزبادي وحاجات تانية هنقول هنا موجودة عندهم بره كتير، ويمكن موجودة في دول عربية كتير، ولا الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب، كل ده مفيد وده مفيد، ولكن عاوزين يشوفوا مين اكثر افاده للجسم وعلى المدى القصير، يعني على مدى يقعد شهرين ثلاثه ياكله. فجابوا مجموعه من البشر البالغين وقسموهم نصين كالعاده زي في الابحاث، مجموعه ادوها منتجات البان من نوع اللي هي متخمره، زي ايه؟ حاجات متخمره زي الزبادي، قالوا لهم تاكلوا زبادي وعلى قد ما تقدر تاكل زبادي لمدة 2.5 شهر 10 أسابيع، كل زبادي زي ما انت عاوز، وكل ما تكتر يعني قول لنا بس بتاكل قد ايه. وفي بقى حاجات تانية بقى منتجات ألبان من المتخمرة، بتبقى عندهم كمان حاجة اسمها اللي هي الكوتج تشيز اللي هي زي الجبنة القريش عندنا بس بتبقى متخمرة، طبعا انا كنت بقى بره ما بحبش اجيبها بصراحة، ولو كنت اعرف ان لها فايدة يعني كنت اجيبها، لك طبعا ما كانش بيعجبني. في حاجة كمان عندهم اسمها الفطر الهندي او اسمه الكافير، وده برضو نوع من اللبن المتخمر بيسموه يعني مشروب كده فوار من اللبن، حاجة برضو فيها بكتيريا وفيها يعني مفيدة للصحة. وفي كمان الحاجة كمان برضو بقول لهم خدوا كمان لو عاوزين تاكلوا كمان مخللات، انواع من المخللات خضار بس بيكون مخلل، زي حاجة مشهورة جدا اخترعوها الكوريين اسمها كيمتشي. الكيمتشي ده عبارة عن محشي ملفوف، اللي هو الملفوف ورق الملفوف مع فلفل احمر مع مش عارف ايه، وبيخللوه يعني زي تقريبا المخلل اللي عندنا. احنا برضو عندنا في مصر بنعمل مخلل يشبه الكيمتشي ده، بس احنا بنحط عليه ملح كتير. فقال المجموعة الأولانية دي كل زبادي يا باشا زي ما انت عاوز، كل كيمتشي زي ما انت عاوز، كل جبنة كوتج اللي هي زي الجبنة القريش بس فرمنتد مخمرة، كل بقى البتاع اللي هي الكفير ده، وقعد كل بقى 2.5 شهر، يعني خلي ده وجباتك الرئيسية. المجموعة التانية بقى نص الناس عملوا فيها ايه؟ كل يا حبيبي خضار وكل حاجات خضرة وكل بقوليات وكل الحبة الكاملة، العيش الحبة الكاملة وعيش الشعير والحاجات الصحية الجميلة جدا دي، وتعالى نشوف بعد 2.5 شهر مين هيتفوق على التاني، مين هيفوز بان هو يفيد الصحة اكتر. جوهم بعد 2.5 شهر دولت قاسوا عوامل المناعة عندهم، خلايا الجهاز المناعة عندهم، لقوا ان معظم خلايا الجهاز المناعي عندهم التهييج بتاعها قل، ده في المجموعة بتاعت اللي هي الالبان والحاجات المتخمرة بتاعتها الزبادي والكلام، لقوا خلايا الجهاز المناعي اقل تهيجا، يعني المواد اللي بتهيج الجهاز المناعي قلت. وقاسوا المواد اللي هي التهابية دي، لقوا اكتر من 19 مادة التهابية inflammatory mediators قلت، وعلى رأسهم مادة اسمها الانترليوكن 6، ودي المادة اللي بيفرزها الجسم في الالتهاب، اللي بتأدي على المدى الطويل إلى حاجة اسمها الروماتويد أرثرايتس اللي هو الروماتويد، حاجة أفظع من الروماتيزم يعني، وبتأدي إلى نوع السكر من النوع الثاني، وبتأدي إلى الكرونيك ستريس أو الإجهاد المزمن.
يعني الانترليوكن 6 ده او الانترليوكن 6 ده مسؤول عن ان يؤدي الى ثلاث امراض كلهم اخطر من بعض: السكر من النوع الثاني، التهابات المفاصل الحاده شديده اللي هو نوع الروماتويد، والكرونيك ستريس اللي هو الاجهاد المزمن ده. فلاقوا في خلال شهرين ونص مستوى الحاجات دي قل، تمام، في المجموعه اللي بتاكل زبادي وبتاكل كفير وبتاكل مخللات والكلام ده اللي هو الكيمتشي ده عندهم، قلت في شهرين ونص لمستوى كبير جدا، والناس دي بقت حاسه بتحسن اكتر من قبل ما تبدا الدراسه. طيب الجماعه بقى التانيين النص التاني اللي بياكل خضار وفاكهه والكلام ده، حاجات صحيه جدا، والحاجات دي بتزود نسبه الالياف الفايبرز جوه الامعاء وبتفيد الصحه والكلام ده، معروف انها مفيده. بتجون بقى يشوفوا موضوع التاثير على المناعه، لقوا مفيش تاثير في خلال الشهرين ونص، قد يكون هناك تاثير على المدى البعيد. لقوا ان مفيش تاثير على خلايا الجهاز المناعي، نسبه التهيج عاديه، نسبه افراز المواد المهيجه عاديه، لا قلت ولا زادت ولا اي حاجه. فعلى المدى القصير شهرين ونص، لان هم قالوا جايز لو كانت الدراسه اطول تبقى الحاجات الخضراء دي، لان معروف انها حاجات صحيه تفيد. فالجماعه دول يعني مزبلين، لان المعروف هم كاتبين كده حتى في البحث اللي انا هحط لكم البحث، هحط لكم اللينك بتاعته وملخص بتاعه بالعربي اكتر من اللي انا بقوله كمان في صندوق الوصف. الناس دي شبه صدمت بالنتيجه، هو داخل على الدراسه متوقع يعني ان النتيجه هتطلع الخضار والفاكهه والبتاع البقوليات والعيش الكامل والحاجات الصحيه دي، عيش صحي بقى هو تمام، انما شويه زبادي على شويه جبنه على شعار منتجات البان وكلام ده، ده هيفيد اكتر؟ مفيد اه، بس هيفيد اكتر، مش مضر زي ما الناس بتقول. حرام حرام نمنع الناس من نعمه ربنا. فالدراسه دي صدمت، والجماعه اللي انا ذكرت اساميهم دول الدكاتره صدموا بشكل لا تتخيله من النتيجه اللي طلعت. ودراسه كبيره معموله على ناس وما تقاس الحاجات، واللي عاوز يرجع للايه للمجله يرجع للتاكد من كلامي، وانا هحط ملخصها بالعربي. النتيجه رهيبه جدا، ويعني انا مش هطول عليكم، الدراسه زي ما قلت لكم موجوده تحت، وارجو يعني من الناس ان احنا بقى خلاص احنا دلوقتي سمعنا الكلام ده بتاع الدراسه دي، ودراسه لا يمكن التشكيك فيها، وارجع لها كلها وارجع اتفضل ارجع بص فيها. وعاوزين بقى لو سمحت نبطل بقى الكلام، الاخوه الزملاء اللي بيقعدوا يعملوا يوتيوبز عشان الفرقعه، فيديوهات للفرقعه ولجذب المشاهدين والكلام ده، يعني مش عاوزينه. عندك دراسات متاكد منها منشوره في مجلات ومؤلفينها محترمين، وتقدر تقول مؤلفها فلان وتجيبه وتحطه عندك في الفيديو تبقى تتكلم، لكن ولا ومش تروح تشز عن القاعده وتجيب دراسات يعني الله اعلم اصحابها عاملينها ازاي ولا عاملين ايه، وتقول انا يا جماعه شفت النتائج دي، يعني حرام الناس ان نمنع عنهم ما احل الله. ده كلامنا النهارده عن جامعه ستانفورد وعن كليه الطب وعن منتجات الالبان والمخللات والزبادي والكفير والكيمشي والحاجات الجميله دي كلها، وبرضه على الحاجات الخضروات النباتيه انها برضه مفيده ولكن اقل فائده من الحاجات التانيه دي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.